مع زميلي الزعبي يتواصل، وإلى لقاء الغد إن شاء الله. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، هذه انطلاقة الشوط الختام، وهو الشوط 13 المخصص لفئات البكار ضمن هذه الأشواط المفتوحة، ونتمنى التوفيق للجميع. نتواصل مع المقدمة والصدارة، من تحتل المركز الأول وقيادة هذا الشوط. المركز الأول هنا مع زيارة، تعود ملكيتها لهجن الشيحانية وتضميرها مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. نتابع وإياكم المركز الثالث أو المركز الثاني، من تحتل المركز الثاني. التواجد هناك من الجانب الأيمن من تحتل المركز الثاني. القدوم الوصول هنا مشاهدينا ومتابعينا الكرام، من وصلت هنا ناصية لهجن الشيحانية وتضميرها مع محمد بن خالد العطية. نتابع وإياكم المركز الثالث، المركز الثالث ومن تتواجد هنا على المركز الثالث. شقرة لهجن الشيحانية وتضميرها مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. نتابع وإياكم المركز الرابع، القدوم والوصول هنا من شعار سعادة الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة آل ثاني، وهذه شواهين وتضميرها مع العويسي. نتابع المركز الخامس، المركز الخامس التواجد من السعودية لهجن الشيحانية وتضميرها مع الذهبي سالم بن جابر بن فاران المري. هذه نتيجتنا مشاهدينا ومتابعين الكرام. أيها الإخوة الأفاضل، نذكر الإخوة المشاهدين والمستمعين بأن حتى هذه اللحظات صاحبة أفضل توقيت زمني معنا في هذا اليوم هي نوف، وهي صاحبة أول أشواط الجذاع في هذه الفترة الصباحية، وهي من قطعت مسافة 4 كيلو في زمن وغدر. شكرا لإخراجك يا السادة وعلي بوشارب. هذه لحظة وصولها إلى خط النهاية، 6 دقائق 9 ثواني 33 جزءا من الثانية. هذه هي نوف والمملوكة لهجن الشيحانية ومضمرها محمد بن خالد العطية. وكذلك نذكر بصاحب أول أشواط القعدان الجذاع اللي هو السريع المملوك لهجن الشيحانية ومع الذهبي سالم بن جابر بن فاران المري. نتابع وإياكم ونعود إلى مقدمة الشوط مع لائحة 1500 متر الأخيرة. نتابع وإياكم المقدمة، زيارة 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 زيارة، من تحتل المركز الأول مع شعار هجن الشيحانية ومع العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. يا سلام، الله، زيارة وكذلك شقيقتها بالعزبة من الجانب الأيمن. يا سلام، لنفس المالك اللي هي هجن الشيحانية العملاقة ومع العملاق كذلك سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. واسمها اسمها اسمها مشاهدينا الكرام، دمعة دمعة من تحتل المركز الثاني. يا سلام، لهجن الشيحانية ومع العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. تتواجد هنا اختبار لهجن الشيحانية ومع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي كذلك على المركز الثالث. المركز الرابع، القدوم والوصول من عسيلة لهجن الشيحانية، ولكن هنا مع الذهبي سالم بن جابر بن فاران المري. نتابع المركز الخامس، ناصية من تصنع على المركز الخامس لهجن الشيحانية، ولكن هنا مع المضمر المشاقب محمد بن خالد العطية. هذه النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. نعود
نعود إلى مقدمة الشوط، نعود وإياكم إلى زيارة مع المركز الأول، زيارة مع المقدمة والصدارة. يا سلام، هذه زيارة بشعار هجن الشيحانية ومع سلطان الوهيبي المركز الثاني. تتواجد شقرة لهجن الشيحانية كذلك مع سلطان الوهيبي والمركز الثالث. القدوم والوصول هنا من اختبار كذلك لهجن الشيحانية والمضمر العملاق سلطان الوهيبي. يا سلام، هذه الثلاثة المراكز الأولى التي زان بها اللقاء، التي زان بها هذا اللقاء. يا سلام، الله على هذا المنظر الجميل. يا سلام، منظر رائع وجميل ومميز. يا سلام، الله، القيادة هنا مع زيارة، والمركز الثاني شقرة، والمركز الثالث تتواجد اختبار. يا سلام، تهانينا والناموس لهجن الشيحانية على هذا الفوز وعلى انتزاع المراكز الثلاثة الأولى، وللعملاق مباشرة سلطان الوهيبي المركز الثاني المركز الرابع عسيلة لهجن الشيحانية، المركز الخامس ناصية لهجن الشيحانية. هذه النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. أيها الإخوة الأفاضل، نعود وإياكم إلى التوقيت الزمني ومع صاحبة المركز الأول في هذا الشوط. نشاهد وإياكم صاحبة المركز الأول زيارة. متابعينا الكرام، هذه هي لحظة وصول زيارة إلى خط النهاية بعد فوزها وقطعت المسافة في زمن وغدرة 6:20 0.18 تهانينا والناموس. شكرا لمخرجينا الكرام. المركز الثاني وصلت هنا شقرة، قطعت المسافة 6:60. المركز الثالث وصلت فيه اختبار، قطعت المسافة في 6:20.47. تهانينا والناموس لهجن الشيحانية الثانية موصولة لمضمر هذه الثلاثة الأولى سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي.